هربوا من حرارته إلى شواطئ برايتون في بريطانيا. كان شهر سبتمبر أدفأ من المعتاد. يمكننا القول حاليا أن شهر سبتمبر الماضي من أكثر 10 شهور سبتمبر دفئا تم تسجيلها منذ عام 2005. لم يكن الحر مقتصرا على دولة واحدة، ففي ألمانيا سخونة الطقس كانت غير معتادة أيضا. مع البيانات التي بحوزتنا حتى شهر سبتمبر، رأينا أن هناك احتمالا بنسبة 65% أن ينتهي هذا العام باعتباره أكثر الأعوام دفئا على الإطلاق، واحتمال أن يكون بحوالي 35% ثاني أكثر الأعوام دفئا. من المحتمل جدا أنه سيكون من بين السنوات الثلاث الأكثر دفئا مقارنة مع كل السنوات السابقة. إنه قريب جدا في الوقت الحالي من تصنيف عام 2016. التغير المناخي متهم بأنه سبب أساسي لتضاعف الكوارث الطبيعية حول العالم. فيضانات في جنوب السودان، حرائق في كاليفورنيا، ألسنة لهب في نورث كارولينا، أعصار في جزر الباهاما. يمكن أن يؤدي تغيير بسيط في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى تغييرات كبيرة في الطقس. نتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر تواترا وأكثر شدة. نحن نشهد هذا بالفعل من حيث الجفاف. القاعدة العامة هي أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافا، والمناطق الرطبة ستصبح أكثر رطوبة، وقد يكون هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. تعهدت دول كبرى بخفض الانبعاثات المسؤولة عن زيادة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، لكن النكث بوعودها سيؤثر على الإنسان والطبيعة ومستقبل أجيال قادمة.